لاحظ أن بعض المعاصرين لم يفقه في مسألة الذبح لغير الله، وكتب رسالة سماها حقيقة التوحيد، وتكلم فيها عن الذبح والنذر، وجعلهما من الشرك الأصغر، وهذا تخبيص، لأنه لم يرع فيه لا قواعد ولا حدود ولا أدلة، لا قواعد ولا حدود ولا أدلة، جعلها من الشرك الأصغر. فقال الذبح لغير الله محرم وكذا، لكن الشرك أصغر ليس شركا أكبر. طيب ما الدليل على جعله شركا أصغر؟ الشرك الأصغر ما فيه مضاهاة في عبادة، الشرك الأصغر ليس من العبادات، ليس فيه إشراك في عبادة. والذبح هل هو عبادة أم لا؟ الحاصل أنه كما قلت لك لم يحرر أو خلط تخليطا فاحشا في هذا، فينبغي أن يحذر من أمثال تلك الكتب. نعم، هذا حقيقة التوحيد، هذا للدكتور يوسف القرضاوي، اسمه حقيقة التوحيد، وهو في الذبح والنذر خلط كله، يعني في العبادة يعني كأنه نفس الكتاب يريد أن يقول إنها أن يحذر منها، لكن ما يريد أن يدخلها في حيز الإشراك اللي هو كفر، يعني ضغط الواقع أثر على النفسية. فلذلك من حيث الاستدلال ضعف، إما أن تكون عبادة أو غير عبادة، واضح يعني المسألة تقسيمها واضح، إما أن تكون عبادة أو غير عبادة، إذا كانت عبادة فصرفها شرك، إذا كانت غير عبادة فهنا تدخل، ربما يكون شرك أصغر، تكون شرك لفظي ونحو ذلك، لكنه يجعل العبادة كلها لغير الله هذا شرك، ما في إشكال. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث في صحيح مسلم. فينتبه أن مثل هذه الأمور لا تتلقى إلا عن أهلها، عن أئمة التوحيد وأئمة السنة الذين أفنوا حياتهم في هذا تعليما وفهما وتتبعا للنصوص ودراسة لكلام أهل العلم ونحو ذلك، فإنما يؤخذ العلم من أهله الذين فهموه وعلموه، أما كل من كتب يؤخذ عنه هذا ليس بمقبول أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.